الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الاسم حرفي نور الدين، من مواليد 1957، مواطن مغربي. ساكن؟ ساكن بدوار البراهمة. القرب ديالنا بجوار ديالنا كاين معمل ديال الزيوت المحروقة ديال السيارات، كيلقطوها الناس كيبيعوها لرب المعمل، ثم كيكررها هو مرة أخرى في إحراق، تيسبب لينا حنا في واحد الرائحة كريهة. الليل كنكونوا ناعسين وكتجي لينا عاد الأنف ديالنا، يعني هنا كيعمر الجهاز التنفسي ديالنا وكتبروك علينا قدام النيب. لما كنشكيو ديك الساعة كنشكيو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قامت جمعية هنا كتدافع على هاد المواطنين، لأن رأس المال ديال المغاربة هو الشباب وهو الناس اللي طالعين. ما حنا مشينا بحالنا، أنا شيخ عندي تقريبا 62 عام سنة، كنعاني من فقر الدم ومادة ناقصة في المخ، وغادي نفتح دابا الجهاز الهضمي ديالي بالسويسي. في 28 غنمشي عند 28 في شهر 6 غادي نمشي عند الطبيب ديال البنج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلا أنا بالصحة والسلامة والعافية. والأسباب معروفة، الأسباب هنا عندنا حنا هنا تلوث، الفرشة المائية تلوثات والهواء تلوث، ويعني السلطات الله يجازيهم بخير يجيو يشوفوا هاد الحالة اللي حنا فيها، راه جميع الناس كتعاني. احنا راه الامراض بزاف كثرت هنا في هذا المكان، وتضايقنا في الجهاز التنفسي ديالنا وفي الجهاز ديال الدم وجميع الاجهزه ديالنا، كنحسوا بالعياء. وحنا ما غنقدروش نقاوموا هذا الانسان، غنقاوموا دولتنا العزيزه برئاسه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. اي بسبب التلوث، ها انت شوف وجهو كي داير ومرض ليا باقي الله كانت عنده 3 ايام ودا عمليه هايا ومر العمليه، دابا خرجوا ليا ليه الرابوز، رابوز وهاد الطريطمو هذا كامل تياخذوا وبلا حتى شي فائده. دابا هو من البارح من الريحه، والبارح والبارح من الزيت، من ريحه الزيت، من التلوث، من الزيت المحروقه اللي حدانا قتلاتنا حنا وليداتنا، كل نهار تنموتوا. هاو دابا الطريطمو هاو خرجوا ليا ليه الرابوز، ما بغيتش ناخذوا ليه الكينه هذه ديال الحساسيه تيشربها، كندي ندوز ليه منطقه ديال دوار الحبش حنا في البراهمه سلا. هايا والسبب شنو هو السبب؟ الزيت المحروقه من المعامل ديال الزيت المحروقه ومن التلوث، ولينا كنجيف وحنا نهار كامل حنا كنموتوا حنا وليداتنا، ما بقيناش نقدروا نحلوا الشراجم. هذا المعمل هذا محكوم عليه بالافراغ وباقي ما سد ما والو، كل نهار تيهلكنا، ما خلينا فيه مشينا كنطالبوا بحقوقنا، ما خلينا فيه مشينا والو، ما داروا معنا حتى شي حل. تحاليل باقي ما ردوش علينا حتى شي حاجه، باقي كلشي رجال الدرك ديال البيئه جاو داو التحاليل منا وباقي ما ردوا علينا حتى شي حاجه. كنطالبوا بحق حقوقنا، حتى حنا كنموتوا وليداتنا تا هما، حنا ما عندناش فين نديوهم، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش الواد الحار، ما عندناش سميتو الجم، ما عندنا لا جو لا ما لا حتى شي حاجه. حنا يوميا تنموتوا من اي بلا، من اي في المدر ما كنلقاوش راحتنا كاع في خطره. تكرفصوا علينا هرسوا هادشي، قالك عندوز لكم الواد الحار، سمحوا لنا فيهم. شو انا الماء ديال التسبين ديالي ديال داري راه هو هابط على الماء التشريب، واش ما يتخلطش؟ يتخلط وغادي للديور، غادي لتحت طالع حتى الفوق. تقهرنا مرضنا بلينا نطلبوا شرايبه، شوف شحال ديال الناس كيطلبوا شرايبه، شحال قدنا طلعنا في راسهم كنطلبوهم غير الشرايبه وتنطيبوا منها نصبنوا منها الشرايبه وغلبتنا. يلا الشيء اللي كاين ها انتم كتشوفوه، دخلوا مع الزناقي تشوفوا حنا كندابزوا على الماء، دخلوا لنا.